السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، من عالم تاليا للأعشاب الطبية نقولكم أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نقول لكم باللي أيامكم كلها سعادة وفرح. ما تنساوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. رجعت لكم بعد فترة طويلة، وأكيد جبت لكم أشياء حلوة بزاف، جبت لكم هذه المنتجات، وكذلك راح نعطي لكم وصفات بزاف الأيام القادمة تاع من صيدلية جدتي للأعشاب الطبية المفيدة والمجربة والرائعة. اليوم رانا مع شركة أرفيا. أول منتوج راح نبداو به هو هذا الماسك المغذي، قناء مغذي للشعر، هو من زيت الأرغان وزبدة الكيا، كيراتين طبيعي للشعر. بعد ما نغسل شعرنا نشفوه نضعه على الشعر مبلل لمدة 15 دقيقة، نتائج مبهرة جدا، كأنك عاملة كيراتين ولا دايرة بروتين. تاني منتج اللي هو الشامبو ديالهم اللي هو لي شوفو سيك، كانك دايره ابخي شامبو بليس شامبو، يعطي واحد اللمعان واحد القوه للشعر. كذلك منتجات طبيعيه 100%. انتي شيت ولا ضد تساقط الشعر اللي هو شامبو تساقط الشعر، ممتاز جدا للشعر. البي اش تاعو ولا نسبه الحموضه ولا الاشياء اللي فيه تاع اللي زايدينها له ما كاش، صفر صفر زيرو فيركيل. نقول لكم كذلك جبت لكم كريم النهار اللي هو خاص لجميع انواع البشره، يحمي البشره 24 ساعه، خاصه من عوامل طبيعيه، من الشمس، من كل الاشياء اللي تتعرض لها البشره. كريم الليل اللي هو بزاف مفيد للتجاعيد، وهو يوضع على الوجه لمده الليل كامل، مليح للتجاعيد، مليح للبشره، يعطيها ينحى لك ليطاش، حمايه كامله لكم. كذلك جبت لكم بديل الزيت اللي هو بزاف ممتاز، كذلك مصنوع من عصارة الشيا وكذلك زيت الأوريفيرا والزيت الأرغان، وهو بعد ما نغسلو شعرنا ونشفوه نديروه يعطينا واحد الكثافة واحد الحيوية بزاف ممتاز، وهو حقيقي يعني مجرب، وعلى يعني خدوها مني كنصيحة. جبت لكم آخر منتج اللي هو كريم المهدئ. كريم هذا مليح للأوجاع المفاصل، العضلات، مضاد للروماتيزم وكذلك للالتهابات. في الأيام الجاية كل مرة نجيب لكم دي برودوي من هذه الشركة. الشركة يعني مضمونة ومنتجاتها طبيعية، كل الأشياء اللي نحسوا روحنا جربناها راح نقدموها لكم. ابقوا أوفياء البرنامج، نقول لكم إن شاء الله كل أيامكم سعادة وفرح، وإلى اللقاء إلى برنامج آخر نقدم لكم فيه منتوجات أخرى، وتهلاو في رواحكم، باي باي.